السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سعدية المجدي مدرسة اللغة العربية في مدرسة طلوع الكمال الخاصة. النهاردة يا حبايبي هندرس حرف التي، هو حرف الدال. هنعرف كل حاجة عن حرف الدال، هنعرف ازاي بيتكتب، وهنعرف ايه اصواته، وهنعرف ايه كلمته. تعالوا مع بعض نعرف حرف الدال بيتكتب ازاي. خط مائل وخط منحني، تعالوا نكتبه مرة كمان، خط مائل وخط منحني. تعالوا نكتبه مع بعض آخر مرة، خط مائل وخط منحني. عرفنا مع بعض حرف الدال بيكتب ازاي. تعالوا نعرف مع بعض حرف الدال حركاته التلاتة. أول حركة اسمها فتحة، تاني حركة اسمها كسرة، تالت حركة اسمها ضم. دال فتحة د، دال فتحة د، دال كسرة دي، دال كسرة دي، دال ضم دو، دال ضم دو. هنشوف كلمات على دال فتحة. دال فتحة د، دال فتحة د دراجة. الدراجة هي العجلة، بس باللغة العربية اسمها الدراجة اللي بنركبها ونلعب بيها. تعال نشوف كلمة على دال كسرة. دال كسرة دي، دال كسرة دي، ديك. الديك ده حيوان ولا طائر؟ طائر، لانه بيغطي جسمه الريش وعنده جناح بيطير بيه وعنده اتنين ارجل. الديك ده على الفجر كده بيطلع بيأذن بصوته. تعالوا نشوف كلمة على دال ضمة. دال ضمة دو، دب. دب ده حيوان ولا طائر؟ حيوان، لأنه بيغطي جسمه الشعر وعنده أربع أرجل. الدب ده بيعيش في الأماكن الساقعة اللي بيكون فيها تلج. كده خلصنا حرف الدال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.